مرحبا طلاب الأعزاء، كيف حالكم؟ اسمي دينا، سوف أكون معلمة اللغة العربية لمرحلة صف البستان. سوف أقوم أولا بالتحدث بشكل عام عن اللغة العربية وماذا سوف نتناول في هذه السنة الدراسية. مادة اللغة العربية هي إحدى المواد الأساسية في المرحلة الأولى من التعليم، وهي تهدف إلى تعليم الطلاب مهارات الاستخدام وفهم اللغة بشكل صحيح وفعال. وتعتبر اللغة العربية لغة التعليم والتواصل في العديد من البلدان العربية، وهي لغة ذات أهمية تاريخية وثقافية كبيرة. هذا هو منهاج اللغة العربية: فكر وتميز، الذي يحتوي على كتاب اللغة العربية للفصل الأول والفصل الثاني وكراسة الكتابة. تحتوي مادة اللغة العربية على 4 وحدات، وهي من نحن، كيف نعبر عن أنفسنا، كيف ننظم أنفسنا، وكيف يعمل العالم. سوف نأخذ في وحدة من نحن هذه النصوص التالية: صباح الخير عصفور وسيم، أحب أسرتي، وجبة الفطور جدي ياسين، عصفور سكر، وبيت جدي. وهي تحتوي على هذه الأحرف: أولا أحرف المد وهي ألف واو وياء، وحرف الباء والسين والراء والتاء. وسوف نتدرب على مهارات اجتماعية وتواصل وإدارة الذات. سوف نأخذ كيف نعبر عن أنفسنا. سوف نتناول النصوص التالية: أقلام وسيم، هدية جدتي، بستان جدي، حديقة الحيوانات، وخالي خالد، وشطيرة سمسم، وأعمى في الشارع. وسوف نأخذ الأحرف التالية: الميم والدال والنون واللام والخاء والزاي والعين. هذا ما سوف نأخذه خلال الفصل الأول. بالنسبة للفصل الثاني سوف نأخذ وحدة البحث، وهي كيف ننظم أنفسنا. وسوف نأخذ النصوص التالية: ثابت والعصافير، فصل الخريف، العصافير الملونة، الفراشات الجميلة، القطة الصغيرة، دجاج جدي، وصوت الذئب. وسوف نأخذ الأحرف التالية: الثاء والفاء والصاد والشين والقاف والجيم والذال. وسوف نتعلم مهارات التفكير والبحث والتواصل. أيضا سوف نأخذ خلال الفصل الثاني وحدة البحث، وهي كيف يعمل العالم. وسوف نأخذ النصوص التالية: كرة وسيم، التفاح الأحمر، السمسم في المطبخ، هاني المهذب، العصفور المغرب، النظافة من الإيمان، وقفزة الضفدع. وسوف نأخذ الأحرف التالية: الكاف والحاء والطاء والهاء والغين والضاء وحرف الضاد. وسوف نتدرب أيضا على مهارات التواصل وإدارة الذات. تشمل مادة اللغة العربية في المرحلة الأولى عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تطوير مهارات اللغة لدى الطالب، ومن بين هذه المجالات القراءة والفهم. يتعلم الطلاب كيفية قراءة المدود مع الأحرف بصوت عال وصحيح، وكيفية فهم المعاني المختلفة والتفاصيل المهمة في النصوص. مهارة الكتابة، حيث سوف يتعلم الطلاب كيفية مسك القلم ومن ثم كتابة بعض الأحرف البسيطة، ومن ثم أيضا الرسم داخل الخط، وسوف أيضا يعبرون عن أفكارهم وآرائهم عن طريق الرسم أو الكتابة على الحاسوب. مهارتي الاستماع والتحدث، سوف يتعلم الطلاب كيفية الاستماع للنصوص وفهمها وكيفية التعبير عن أنفسهم بشكل منطوق بطلاقة ووضوح. المعاني والمفردات، سوف يتعلم الطلاب مجموعة متنوعة من المفردات والكلمات وكيفية استخدامها بشكل صحيح وفعال في الكلام والتحدث. مادة اللغة العربية تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب في التعبير وتطوير مهاراتهم اللغوية والاتصالية من خلال تعلمهم اللغة العربية بشكل جيد. يصبح بإمكانهم التفاعل مع النصوص الأدبية والعلمية والثقافية والمشاركة بفعالية في الحوارات والنقاشات. إذن هذا كل ما لدينا عن مادة اللغة العربية. شكرا لكم أعزائي الطلبة، وإلى اللقاء. شكرا لكم.